في الحقيقة لعبة الهوكي مش من اللعب المعروفة أو المتداولة بشكل عام في مصر، ولكن الهوكي في محافظة الشرقية عامل شغل كبير جدا، ودي علامة من علامات الاستفهام اللي احنا مش فاهمينها أو مش عارفين الكي بيرسون أو سبب الشخص الرئيسي اللي عمل ده. هوكي الشرقية من أهم الفرق اللي ما زالت بتحصل بطولات عالمية في لعبة الهوكي. السنة دي بيفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة 33 في تاريخه، ده غير طبعا انه بيقدم مستويات متميزة جدا في معظم البطولات القارية والعالمية. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر من الكابتن سيد جاب الله المدير الفني لفريق هوكي الشرقية اللي نورنا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا كابتن، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم واهلا مصر كلها، وكل سنة وانتم طيبين وشكرا على الاستضافة. حضرتك طيب، لو تكلمنا عن قبل نتكلم عن اجواء المنافسات والحقيقه الانجاز الكبير اللي فريق هوكي الشرقيه بحققه، عايز اعرف من حضرتك بدايه اصلا وجود لعبه الهوكي في الشرقيه. كان موجود من زمان، يعني من فتره كبيره قوي، من اكتر من 40 50 سنه. كان في مدرس انجليزي كان في المحافظه وهو اللي ادخل لعبه الهوكي. ايوه، يعني مدرس الانجليزي ده يعني جابها ازاي؟ عمل ايه؟ كان بيلعب فيها يعني؟ مين هو مدرس الانجليزي؟ ادينا تفاصيل شويه. طيب كان في الثانويه العسكريه، عندنا الثانويه العسكريه كان متواجد، وكانوا بيجمعوا بعض ويبتدوا يلعبوا اللعبه. فمن هنا يعني ابتدت الهوكي يخش المحافظة عن طريق التلاميذ يعني، وابتدت تنتشر يعني. هو الزملاء في الكنترول بيقولوا لي مش مدرس انجليزي بمعنى ان هو بيدرس انجليزي، لا، هو كان مدرس انجليزي الجنسية عندنا. القصة دي ما هو انجليزي، انا قصدي كده. مش مدرس ما احنا انه مدرس انجليزي، لا، هو كان جنسيته انجليزي او من انجلترا، وهو ابتدى فعلا يدخل اللعبه هنا من هم كانوا بيجمع الطلبه، وابتدى يعلمهم اللعبه. احنا كنا مهتمين يا كابتن سيد الحقيقه نعرف كمان الخلفيه التاريخيه لهوكي الهوكي يعني في الشرقيه، لكن خلينا نروح مع حضرتك بقى للبطوله، يعني التجهيز والاستعداد للبطولة عملتوا ايه؟ يعني ما شاء الله انجاز كبير جدا، يعني بتفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة 33 في تاريخ الفريق، لو تكلمنا اكتر عن البطولة. لا الحمد لله، هو فريق شرقية على مدار اكتر من 35 سنة هو فعلا على طول في حالة جهوزية للدوري او البطولة، لان عندنا اجيال بتسلم دايما اجيال، فهو على طول في حاله منافسه، سواء في البطولات الافريقيه او سواء في الدوري العام او سواء في كاس مصر. لا فعلا الفريق بيبدا، اللاعب بيبدا من سن 9 سنين، فهو عارف يعني ايه، بيبتدي يتاهل، عارف يعني ايه فريق الشرقيه. فريق الشرقيه يعني بتستعدوا ازاي يعني يا كابتن؟ اجواء الاستعدادات بتكون عامله ازاي؟ التمرينات بتكون عامله ازاي؟ هو ما انا بقول لحضرتك، هو على طول في حاله تدريب، هو على طول في حاله معسكرات، هو على طول مهيئ، لان احنا بنلعب على منافسه في جميع البطولات. فريق الشرقيه ما بيقبلش اصلا فكره، ما عندوش فكرة التعادل أو المكسب. على طول بيفكر في المكسب، على طول هو متأهب سواء عقليا أو بدنيا أو ذهنيا. على طول احنا في اللعب عندنا على طول في حالة منافسة، بيبدأ من البطولة الأفريقية، سواء لما بنبدأ الموسم دايما بطولة أفريقية بتبقى في شهر 11، وبعد كده بنرجع نخش الدوري العام، وعندنا بعد 10 ايام الكاس. فاحنا على طول يعني احنا الفكره على كده. المنتخب كم في المية منه من يعني فريق الشرقية بالنسبة للهوكي؟ منتخب مصر؟ لا على طول منتخب مصر فيه فعلا عدد كبير، ممكن يعدي 50%. بتختلف ممكن بين السنين، يعني في فترة
عن فريق الشرقية بيبقى فيه أكتر من 12 لاعب في المنتخب. في فترة بيبقى فيه أكتر من 7-8 لعيب. السنة دي فريق الشرقية فيه أكتر من 6-7 لعيبة في المنتخب المصري. واضح ان فريق هوكي الشرقيه يعني ليه باع كبير جدا في لعبه الهوكي، سواء مش بس على المستوى المحلي ولكن ايضا على المستوى الاقليمي في البطولات الاقليميه او على المستوى العالمي. بنشكرك كابتن سيد جاب الله المدير الفني لفريق هوكي الشرقيه، شكرا جزيلا لحضرتك.